ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ خلينا نتكلم كلمتين كده بهدوء. ايه هدف القناة دي؟ هدف القناة ان انا اجيب لكم كل ما هو جديد في عالم العربيات. واحد، لان انا شخصيا بحب العربيات كلها وبتحمس لأي حاجة جديدة، زي اي حد بيشوف عربية جديدة دايما فيها حماس. ده هدف القناة. هدفها ان انا كل ما يستجد في السوق او في العالم كمان لو قدرت الحق. يعني عشان تبقوا عارفين، مثلا انا كنت معزوم على معرض جنيف اللي اتلغى في مارس عشان الكورونا، واهو كنت هجيب لكم كل الحاجات الجديده. ايه علاقتها بالسوق المصري؟ مش دايما لازم يبقى ليها علاقه مباشره بالسوق المصري، بس عالم العربيات بالنسبه لي وبالنسبه بتهيألي الناس كتيره بتتابع القناه، عالم مثير. العربيات دايما مرتبطة بالحرية والسرعة والانبساط، وزي ما بيقولوا the thrill يعني، وفيها excitement، في حاجات كتيرة قوي بتخلي عالم السيارات مثير دايما. حركة، فيها حركة، العربية كلها عن الحركة والاتجاه والسرعة وحاجات زي كده. ف ده هدف القناة الأول. لكن انه الناس بقى تتطرق، امبارح جبت لكم الالانترا، اوكي، عشان تبقوا عارفين انا بنقل كل ما هو جديد. الالانترا عربيه جديده جدا في السوق المصري. وخلينا نتكلم على هيونداي مش الوكيل. هيونداي شركه بتكبر بسرعه جدا مؤخرا، يعني طايره. هقول لكم طايره في ايه. عملوا خط جديد اسمه جينيسيس. جينيسيس عاملين اس يو في وسيدان بينافسوا الاس كلاس، وعربيات جامده جدا ومن جوه مبهره. اقل حاجه تتقال هيونداي نجمها طاير. وعاملين كمان حاجه اسمها ان لاين، ان بدل ام ديفيجن. ودي بالصدفه اللي كان بيشتغل في ام ديفيجن في بي ام دبليو راح اشتغل معاهم، يعني هي دي قصه كمان. عندهم تطورات كتيرة قوي، وفي الكهرباء وفي كل الاتجاهات عمالين بيكبروا، حتى في تطويرهم لشركة كيا اللي هم بيطوروها على انها الخط يمكن الاشيك شوية من هيونداي او الرياضي اكتر، الستينجر. عاملين عربيات كتيرة حلوة قوي. وبالمناسبة عشان تبقوا عارفين، الناس اللي بتقولك تعليق سريع عن الجيتور، الجيتور اللي بيقولوا ان الجيتور هي الماركة الاشيك من شاري، والله انا قبل ما اروح اعمل لها ريفيو قريت عنها بما يكفي، مفيش اصلا كتير الا لو حضرتك بتكلم صيني، وللأسف دي لغة مش عندي. عندي شوية فرنساوي على انجليزي على شوية طلياني، دول اقدر اتكلمهم يعني. لكن الجيتور ما هياش الماركة الأغلى من شاري، مش ده هدف إطلاقها. يعني لما تخش على الصفحة بتاعت ويكيبيديا بيقولك شاري أطلقت جيتور في 2018، ما قالتش أطلقتها كالشركة الأغلى أو الأشيك زي لكسس أو زي أودي الفولكس فاجن أو يعني، لا ما هياش. أوكي؟ ولا أكيرا الهوندا ولا القصة دي كلها، ولا جينيسيس لهيونداي. بس عشان أوضح النقطة دي، نقطة من أول السطر يعني. فبالتالي هدف القناة ان انا اوريك لكم ما هو جديد. انا ما قلتلكش روح اشتري العربية، وما اتكلمتش في تسعيرها، ومش هتكلم فيها غير لما اجرب العربية واشوف. انا قلت تعليقي انه محبط ان العربية تبقى نازلة بالموتور ال 1600 نفس الموتور، ولكن ما نفكر برضو سنتين، ما هي العربية ما عليهاش اعفاءات جمركية زي اللي جاية من تركيا ومن الاتحاد الاوروبي. فبالتالي زي كل العربيات اللي زيها مثلا زي الهوندا سيفيك والسي ار في والاكورد، غاليين جدا، منشأهم ما ينفعش. ولكن ده ما يمنعش ان هيونداي كشركة كبيرة نجمها بيصدع جامد، والعربية دي بالالانترا بصفة خاصة عربية مهمة جدا بالنسبة لهيونداي كشركة، لانه مبني عليها التوسون، وهتشوفوا التوسون تصميمها لما تنزل هتبقى تشابيه جدا بدي، وهتشوفوا وتبقوا تتكلموا وقولوا ماجد قال او اقل من قدام. وكمان من الداخل الاتجاه ان هم يعملوا الشاشات المدمجه في حته واحده، تصميم جامد مصروف عليه. انا في شغلانتي دي وظيفتي ان يعني او
او دوري ما هياش وظيفه يعني، دوري هو ان انا اشوف الفروقات، وانا بني ادم عينه بتيجي على التفاصيل، ده طبعي طول عمره. لا، العربيه دي مصروف عليها، مصروف عليها في تصميم خارجي، ومصروف عليها في تصميم داخلي، ومصروف عليها في خامات، وروحوا جربوا بنفسكم شوفوها اهو العرض، تمام؟ مصروف، فدي حاجة تحترم. غالية؟ طبعا غالية، محدش قال حاجة، هو مفيهاش نقاش انها مش غالية، بس هما حاطين فيها حاجات كفاية. البوز ساوند سيستم ده بوز، ده من الاخر، ده هتلاقيه في اودي. هما هيونداي كشركة بقالها فترة كمان بتحاول ترتقي الى مستوى اعلى شوية، يعني تعلي السقف بتاعها، زي ما كل العربيات الياباني عملت، ابتدت حاجة وبعدين تطرقت وعليت عليت عليت، هما بيعملوا نفس الاتجاه. ولكن لازم يتقال، لا، العربية مصروف عليها، عربية تصميمها حلو، والاكسدام الامامي ده فيه شغل جامد، والخلفي والسبويلر والخط الجانبي بتاع العربية معرفتش اطلعه لكم جوه المعرض، المعرض ضيق قوي، بس انا بتحمس للعربيات يا جماعة، زي ما المفروض هدف القناة دي. ما قلتلكش روح اشتريها، ومش هقولك اي حاجة غير لما اجربها، تمام؟ لكن وانا ما بحبش اصلا اقول، ولكن الدنيا واضحة، العربيات اللي جاية من بره الاتحاد الاوروبي وتركيا غالية، واضحة، لغاية لما الدولة تقرر انها تشيل الجمارك عليهم عشان يبقى زي ما بيقولوا يعني بالانجليزي level playing field، يعني كل الناس تتساوى، تلاقي العربيات دي نزلت جامد قوي قوي قوي، وتبقى بالظبط زي ما انت تكون عايش بره في مكانها في السوق، مظبوط في مكانها التسعيري في السوق، مش مبالغ فيه نتيجه الجمارك ونتيجه متغيرات البلد او شروط البلد. فواحد كمان اللي بيقول انا مدفوع، كلام سخيف قوي، ما بحبش اعلق يا جماعه، يعني اوكي مدفوع، انت عايز تفكر ان انا مدفوع هيونداي دفع عالي، انتوا مش فاهمين طبيعتي، ومش فاهمين انه يمكن حاجة لازم تعرفوها. اوكي، انا اول لما ابتديت القناة اكتشفت وانا فيها ان انا تقريبا اعرف كل الناس اللي صنعت العربيات بكل الماركات بلا استثناء، ما بين عربيات امتلكتها الكوادريفوليو اعرف الناس بتوع كل المجموعة كلهم بدون استثناء، واصحاب منصور، غبور، اودي، بي ام دبليو، مرسيدس، نيسان، دول اعرفهم كويس، قلت له اصحاب انا عامل ايه يعني، فاهمين؟ ناس انا اعرفهم طول العمر، وبعدين اكتشفت ايه ده، طب ما ده كان ده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا. فتفتكروا علاقتي بيهم علاقة كوميرشال او فيها ماديات؟ للاسف لا. الهدف من القناة انها توري للناس العربيات الجديدة بحيادية على قد ما اقدر، ما يمنعش ان انا ما اتحمس العربية جديدة، ولازم انت تتحمسوا العربية جديدة، العربية حلوة، تمام؟ تتحمسوا للتصميم، تتحمسوا للعربية ككل. وحاجة تانية كمان عشان تبقوا عارفينها، انا خدت قرار، اوكي انا لو عايز مثلا اجيب حد يجي يساعدني في التصوير، ده شخص هيحتاج مرتب مش كده ولا ايه، او هيحتاج مصاريف. فلو هعمل اعلانات، انا من اول يوم عملت في القناة قررت لو هعمل اعلانات هعمل اعلانات لكل ما هو خارج التوكيلات وصناعة السيارات، يعني العربيات لا خالص اكيد. ولو هعمل اعلانات، اول اعلان هعمله لمصنع الشوكولاتة بتاعي عشان تبقوا عارفين، هعمل اعلان على القناة دي للمنتجات بتاعتي انا بتاعت المصنع، او اي حد بره القصة خالص، بره صناعة السيارات خالص، عشان الهدف الحقيقي بتاع القناة ان انتوا يا متفرجين لما يبقى عندكم عربية تجيبوها لي اعمل لها عرض، او نتقابل في حتة ننبسط في هذا اللقاء، ده الهدف الاولاني، ونعمل عرض للعربية، ساعات بتبقى الظروف حر والناس بتقف في الحر، بس يعني ده الهدف الحقيقي بس. اكتر من كده ناس عايزه تزايد، ناس عايزه معرفش اللفظ بتقوله، بتهبد، عايزه مش عارف ايه،
دي كلها حاجات مسلية انا بتسليني، بس حبيت اوضحها لكم عشان انا زي ما برضو بيقولوا what you see is what you get، اللي انتوا شايفينه هو ده، مفيش حاجة تانية. خلاص، لو مش عاجبكم الكلام ده دوسوا لايك وسبسكرايب. سلام.